ايه رايك في ماده الترم لسه النهارده؟ جت متوسطه يعني كويسه شويه يعني. طيب ايه الصعوبات اللي قابلتها فيها مثلا؟ الصعوبات يعني اللي فيه كلمات ما كناش فاهمينها، ما لازم نجيب الترجمه منتج. طيب هل المدرس ما ادهلكش مثلا في الفصل او في الكتاب المدرسي؟ لا يعني في كلمات صعبه ان احنا ترجمها مش موجوده. طيب مجمل الامتحان في حد ذاته، هل دوت في مستوى الطالب المتوسط او مستوى الطالب الضعيف ام فوق المستوى العالي؟ لا فوق المتوسط والقوي. طيب وجهه نظرك الامتحان دوت بتاع التابلت والالكتروني دوت احسن من الورق القديم ولا ايه؟ لا الورق احسن. ليه؟ عشان الورق جاي لسان مباشر، اما ده السؤال اللي جاي لافت ما نقعد نفكر فيه كثير. حتى معاك الكتاب ما عرفش تحل منه برضه؟ لا.